اذا بغيت نقول لكم بغيت اليوم كنظموا واحد اليوم اللي هو تضامني مع الاطفال والمرضى اللي عندنا هنا في المستشفى، مستشفى 20 غش 1953. هو بزياده على زعما انه نوفروا للمرضى الادويه والظروف الملائمه باش يتعالجوا في ظروف حسنه، يعني الجانب النفسي حتى هو كنشوفوا بانه مهم. هذا علاش كنديروا بحال هذه المبادرات باش حتى ما نخرجوهم شي شويه من الجو ديال المرض، ويحسوا براسهم حتى هما فرحانين ونكونوا معاهم ونفرحوا معاهم ونلعبوا معاهم. حكومة الزيارة في مستشفى 20 غشت اللي صراحة محتاجين للدعم ديال جميع الناس، وكيف ما كانوا دائما كيشجعونا وحنا في رقعة الميدان، وشفنا صراحة الفرحة ديالهم الدخول ديالنا عليهم، فصراحة واحد الإحساس اللي لا يوصف، وكنتمنوا لهم الشفاء العاجل إن شاء الله يا ربي. حسيتي بالحالات ديالهم ومحتاجين؟ وصراحة إحساس لي صراحة صعيب بزاف تشوف وليدات صغارين مراد بهذا المرض هذا، دونك صعيب بزاف صراحة، وكنتمنوا لهم الشفاء، هادشي اللي نقدروا نقولوا، نتمنوا لهم الشفاء العاجل.